أهلا بكم مشاهدينا. مرت أكثر من سنة ونصف على مقتل ظواهري الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في غارة جوية أمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، لكن هل تأثر فعلا نشاط التنظيم داخل أفغانستان بعد مقتل الظواهري؟ يبدو أن الجواب هو النفي. فنقلا عن فريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات التابعة للأمم المتحدة، فقد فتح تنظيم القاعدة 8 معسكرات تدريب جديدة في أفغانستان، وحسب التقرير فقد أصبح التنظيم يدير معسكرات للتدريب في 10 من أصل 34 ولاية في أفغانستان. أنشطة التنظيم لم تتوقف عند حدود إقامة المعسكرات التدريبية، بل امتدت إلى إقامة مدارس دينية. وفيما يتعلق بعلاقات التنظيم مع حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان أو إيران، فأنها لا تزال وثيقة إلى الآن. فبعض قادة التنظيم يحتمون في مدن أفغانية توجد على الحدود مع إيران. إذن أفغانستان تتحول مجدداً إلى بؤرة لانتشار الإرهاب، وحكومة طالبان عاجزة عن كبح التهديدات الإرهابية وفقاً لما أعلنته الأمم المتحدة. هل لا زالت أفغانستان معقل تنظيم القاعدة الرئيس الذي نشأ فيها وانطلق منها قبل أكثر من 3 عقود؟ وسعياً نحو تفكيك ظاهرة اختراق إيران لتنظيم القاعدة وقادتها المصابين بمتلازمة طهران، تواصل أخبار الآن تتبع الخلافات في داخل تنظيم القاعدة وتيارات العنف حول التحالف مع إيران والانقسامات أيضاً الحادة الناجمة عن هذه الخلافات في ظل المستجدات التي أفرزتها أيضاً حرب غزة وما صاحبها من انكشاف الدور الإيراني وحقيقة مشروع اختطاف تيارات العنف لتنفيذ الأجندة الإيرانية التخريبية ضمن مخطط جهاد طروادة. مع دخول العالم لعام 2024 لا زالت تهديدات التنظيمات الإرهابية مرتفعة بحسب لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة وفق تقرير صدر حديثا. ففي مناطق الصراع بأفغانستان والقارة الإفريقية ارتفعت مستويات التهديد في بعض المناطق ومن بينها أوروبا، وبحسب لجنة الخبراء الأممية فإن العلاقة بين حكام جماعة طالبان الأفغانية وتنظيم القاعدة الإرهابي لا تزال وثيقة. ليقع التهديد الأكبر داخل أفغانستان على خلفية توسع تنظيم داعش في المنطقة وخارجها. أما على المستوى الإقليمي فأشار الخبراء كذلك إلى سلسلة الهجمات في إيران وباكستان المجاورتين والتهديدات في دول آسيا الوسطى، وعلى الرغم من عدم استرداد أي من الجماعات التابعة للقاعدة القدرة على شن عمليات بمناطق بعيدة، فإنها وبحسب لجنة الخبراء الأممية لديها طموحات عالمية، فيما تفيد معلومات بجهود سرية لإعادة بناء القدرات العسكرية لديها. وكان تقرير أممي كشف عن تراجع نشاط تنظيم داعش في عدد من المناطق حول العالم ومعاناة التنظيم من صعوبات أمنية ونقص في التمويل، فضلا عن وجود صراعات نشبت بين أمراء بالتنظيم وبعضهم البعض ووجود حالات انشقاق في أفرع تابعة للتنظيم في أفريقيا. وقد أسهبت أخبار الآن في سلسلتي متلازمة طهران وجهاد طروادة في رصد المشروع الإيراني لاختراق واختطاف طيارات وجماعات العنف والإرهاب بالمنطقة العربية وتسخيرها لخدمة المشروع الإقليمي الإيراني، وهو ما أكده مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مؤخرا في تقرير رسمي. فهل تزداد تهديدات تلك الجماعات الإرهابية أم أن رقعتها ستتراجع؟ للنقاش أرحب بضيوفي من القاهرة إسلام المنسي باحث في الشأن الإيراني، وأحمد سلطان الباحث في الحركات الإسلامية والإرهاب، ومحمد بن فيصل صحفي وباحث في شؤون الجماعات الراديكالية. أهلا بكم معنا إلى استوديو أخبار الآن. أبدأ معك إسلام، في البداية ما هي الأسباب المحتملة وراء قرار تنظيم القاعدة بإنشاء 8 معسكرات تدريبية جديدة في أفغانستان؟ تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. بالتأكيد هذا يعني المنحة من جانب تنظيم القاعدة يأتي في إطار محاولة استغلال الظرف الحالي في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية والغربية منها، ومحاولة إعادة بناء قدراته
صحيح أنه لم يصل بعد إلى الدرجة التي كان يطمح إليها، لا سيما أنه كان يتصور أنه بعودة حركة طالبان إلى الحكم ربما يكون لديه هامش حركة غير محدود، لكن اتضح أن ذلك غير صحيح، لأن الحركة تواجه قيودا داخلية وخارجية تمنعها من ذلك. فبالتأكيد التنظيم يحاول استغلال هامش الحركة الممنوح له في أفغانستان من أجل لملمة وإعادة يعني لملمة شتات يعني فروعه وأتباعه في أنحاء العالم، انطلاقا من الأراضي الأفغانية التي يحظى فيها بحماية، حتى لو لم يصل إلى درجة حرية الحركة الكاملة، لكنه يحظى فيها بحماية كاملة، ويعني يحظى فيها بإمكانية توفير معسكرات ومخازن سلاح ومدارس وأيضا مقرات آمنة لكبار قادته، بالإضافة إلى جوارها المباشر لإيران التي يقيم فيها سيف العدل قائد التنظيم. إذا فيعني هذا يمثل فرصة مثالية له زمانيا ومكانيا، ولذلك هو يحاول استغلال هذا الظرف قدر الإمكان، وأيضا محاولة تهيئة نفسه ربما تغيرت الظروف في صالحه في فترة ما قريبة، فيكون على استعداد ليواكب هذا التغير. نعم، أذهب لك أحمد. معطيات تقرير الأمم المتحدة تشير إلى أن العلاقة بين تنظيم القاعدة وطالبان لا تزال وثيقة، ما قراءتك لتلك المعطيات؟ يعني في الواقع علاقات تنظيم القاعدة بحركة طالبان لم تنتهي أبدا، حتى في ظل وجود القوات الأمريكية والتحالف الذي كان موجودا في أفغانستان قبل الانسحاب الأمريكي في عام 2021. والواقع أن بعض قادة تنظيم القاعدة أو الكوادر العسكريين ظلوا في أفغانستان في ظل وجود القوات الأمريكية، وواصلوا تدريب يعني مقاتلي حركة طالبان وشن هجمات أيضا ضد قوات التحالف. ومن أبرز الأسماء المذكورة حتى في تقرير لجنة الجزاءات وفريق الدعم التحليلي هو أبو إخلاص المصري، الذي يقال ويروج على نطاق واسع أنه يقود كتيبة من مقاتلي القاعدة في أفغانستان. تنظيم القاعدة يستغل التباينات بين تيارات حركة طالبان، ويرتبط بشكل وثيق ب يعني جماعة أو مجموعة حقاني داخل حركة طالبان، وهذه مجموعة تتبنى أيديولوجيا الجهادية المعولمة ولديها صلات عابرة للحدود الوطنية، وبالطبع يعني يستفيد من هذه الصلات في إعادة بناء قدراته في أفغانستان، لأن التنظيم تعرض لحالة من التقويض على مدار سنوات وسنوات، واستهدف جل قادته البارزين وخسر كبار قادته، وأيضا فقد ملاذاته في سوريا وفي العراق وما إلى ذلك، نتيجة إما الاستهداف أو نتيجة الخلافات الجهادية التي نشبت بين القاعدة وبين مجموعات أخرى كتنظيم الدولة الإسلامية داعش، ويعني هيئة تحرير الشام التي كانت سابقا فرعا لتنظيم طيب القاعدة. ثم أحمد، بعد برأيك يعني هذه المعسكرات التي أنشأها تنظيم القاعدة وذكرها تقرير الأمم المتحدة، ما الهدف منها؟ نعم، يعني في نفس السياق وفي هذا الإطار نقول أن المعسكرات التي يذكرها تقرير فريق الدعم التحليلي هدفها استقطاب وتدريب كوادر جديدة. يعني أفغانستان أصبحت متنفسا جديدا لتنظيم القاعدة، فهو الآن ينشئ قواعد عملياتية وقواعد تدريب، ويهدف إلى الوصول إلى حالة من القوة تمكنه من شن هجمات خارجية بعد ذلك، لكنه في الوقت الحالي عاجز عن شن أي هجمات، أن يجند أفرادا جددا وأن يقوم بتدريبهم ويعني تأطيرهم منهجيا وما إلى ذلك، حتى يكون جيلا جديدا في التنظيم، لأن تنظيم القاعدة في الواقع هو مجموعة شبه نخبوية لم يستطع أن يتحول إلى إطار أوسع من الإطار الذي نشأ فيه، رغم أنه يدعي أن هناك أفرع خارجية تابعة له، إلا أن هذه الأفرع بالأساس لم تكن مرتبطة بشكل وثيق بقيادة القاعدة المركزية بقدر ما كانت لها استراتيجياتها الخاصة وكان لديها أجندتها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها. نعم، أذهب إلى أستاذ محمد.
ذكر تقرير الأمم المتحدة أيضاً أن فرع تنظيم القاعدة في اليمن يوجد بينه تعاون ومع الحوثيين في مسألة تسيير الطائرات المسيرة. يقول التقرير أن قاعدة اليمن بدأت تستخدم هذه الطائرات المسلحة كما حدث في شبوة في يوليو الماضي بتدريب عمليات من الحوثيين. هل فعلا حصل تنظيم القاعدة في اليمن على الطائرات المسيرة من قبل الحوثيين؟ الحقيقة أن التعاون بين تنظيم القاعدة وميليشيا الحوثي لم يبدأ بالطيران المسير، وإنما أثمر إلى أن امتلك تنظيم القاعدة طيران مسير بتعاون وتمويل من ميليشيا. تنظيم القاعدة اليوم صار يملك طيران مسير بخبرات حوثية إيرانية، واستعملها ضد القوات العسكرية في منطقة أو في محافظة شبوة. تنظيم القاعدة استفاد بحسب مصادر عديدة ومختلفة قبلية وجهادية سابقة من ميليشيا الحوثي بدورات مكثفة في تعليم قيادة الطيران المسير، وها هو اليوم يستخدم طيران مسير، والطيران المسير الذي يملكه تنظيم القاعدة بذات النوعية بذات الاستخدام بذات الأساليب هي أيضا التي يستخدمها التي تستخدمها ميليشيا الحوثي. فالواقع يقول ذلك، والمصادر أيضا تؤكد ذلك. نعم، أذهب لك أستاذ إسلام. رعاية إيران لتنظيم القاعدة أصبحت الآن حقيقة لا يمكن إنكارها، ولا يزال زعيمها الفعلي سيف العدل تحت السيطرة الإيرانية. ومن ناحية أخرى أصبح منظرها مصطفى حامد أكثر انفتاحاً بشأن اقتراحه بتوحيد الجهاديين السنة لتشكيل نوع جديد من الجهاد العالمي تحت راية ثورة الخميني. برأيك ما هي علاقة مصطفى حامد وصهره بإيران، وما أهداف تلك العلاقة؟ هذا موضوع مهم جدا وخطير جدا، لأنه كما ذكرت حضرتك يمثل بمثابة حصان طروادة الإيراني لاختراق تيار كبير منتشر ربما في بعض الدول العربية أو المجتمعات السنية. لذلك هو يدخل تحت هذا الغطاء مثل ما يحدث في جنوب اليمن على سبيل المثال، حينما ينضم أبناء قبائل اليمن إلى تنظيم يرونه سنيا وعربيا، لكنه في النهاية يجدونه في وقت المعارك ووقت المواجهات المسلحة أنه يقف ميدانيا في صف الحوثي، الحوثي يهاجمه من الأمام وهو يطعنه في ظهره من الخلف. فبالتأكيد هذه تمثل ظاهرة يعني مركبة وعميقة. بالنسبة لسيف العدل فإنه بالفعل هو يعني الذي أتاح لإيران اختراق التنظيم من رأسه، هو الآن هو رأس التنظيم رغم عدم إعلان ذلك رسميا، لكنه الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة، وهو يقيم في ضيافة الحرس الثوري منذ أكثر من عقدين. فبالتالي إيران يعني أصبحت الآن تقريبا هي التي تمسك بمفاصل التنظيم أو بمفاصل قيادة التنظيم، لأن طبعا هناك اختلاف بين الفروع في درجة ولائها ودرجة يعني ارتباطها بالرأس، لكن الرأس الآن في طهران. أيضا مصطفى حامد يقوم بدور خطير جدا لا يقل أهمية، وهو دور ليس تنظيميا بقدر ما هو تنظيري، هو دور تنظيري بمعنى أنه يقدم السردية ويقدم الرواية ويقدم الأسس النظرية ويلعب على فكرة التصورات من أجل إنجاح هذا المشروع بصفة مؤرخ القاعدة ولما يعني له من علاقة قديمة جمعته مع قادة تنظيم القاعدة وطالبان في فترة الغزو السوفيتي وما بعدها. فبالتأكيد هو يعني يحاول استثمار هذا الرصيد القديم وإنفاق يعني الإنفاق من هذا الرصيد إن صح التعبير من أجل ترسيخ هذه العلاقة، يعني يقوم بذلك عبر عدة أساليب. أولا إعادة صياغة الماضي، يعيد صياغة قصة تنظيم القاعدة والفترة الحرب الأفغانية في الحرب السوفيتية في أفغانستان، يعيد صياغتها بحيث لا يحدث يعني تناقض بين المستقبل المأمول أو المخطط الإيراني وبين الماضي. أيضا يعيد تعريف تنظيم القاعدة، يعيد تعريف بعض الأدبيات الجهادية بحيث يضع إيران ويضع التحالف مع إيران في سياق مقبول بالنسبة لأبناء التيار الجهادي. هو باختصار
يعني يقدم الأجندة الإيرانية أو الرؤية الإيرانية بلغة يقبلها الجهاديين. نعم، ابقوا معي ضيوف الكرام ومشاهدين، سوف نذهب إلى فاصل قصير ونستكمل هذا الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، أرحب مجددا بضيوفي من القاهرة، الأستاذ إسلام المنسي باحث في الشأن الإيراني، والأستاذ أحمد سلطان الباحث في الحركات الإسلامية والإرهاب، ومحمد بن فيصل أيضا صحفي وباحث في شؤون الجماعات الرداكلية. أهلا بكم معنا من جديد. أستاذ إسلام، سوف أذهب مجددا إلى أستاذ أحمد سلطان لمعرفة أيضا رأيه ووجهة نظره بتنظيم القاعدة وعلاقته بإيران. ما نوع المناقشات الداخلية التي تلاحظها بين أنصار القاعدة فيما يتعلق برعاية إيران لسيف العدل؟ نعم، يعني هذا سؤال هام جدا، لأنه يعني يتسق مع السياق الحالي. في الواقع يعني الجهاديون لديهم رؤية خاصة بهم ترفض التعاون مع الشيعة، الذي يعني الشيعة الاثنى عشرية تحديدا أو الشيعة الإمامية، لاختلافات منهجية وعقدية بين السنة والشيعة وما إلى ذلك. وبنظرتهم الأصولية يقول الجهاديون أن يعني الشيعة في إيران هم يعني منخرطون أو متلبسون بالردة يعني وفقا لأدبيات التنظيم، وبالتالي فمسألة التعاون مع إيران هي مسألة يعني خطيرة ودقيقة للغاية. الآن سيف العدل حاول التنظير لهذه المسألة نتيجة ضعف التنظيم ونتيجة أنه لا يوجد لديه خيار آخر يلجأ إليه في من أجل التعاون لإنشاء قواعد عملياتية جديدة لتنظيم القاعدة وبعث الروح فيه من جديد. لكن الواقع هناك جهاديون يرفضون هذا، ويعني من ضمن أبرز الانتقادات يعني انتقادات وجهها هاني السباعي الشهير لدى الجهاديين والذي يقيم في لندن، وأبو محمد المقدسي وغيرهم من الجهاديين الذين رأوا أن وجود سيف العدل في إيران يعني أن الحرس الثوري سيكون المتحكم الفعلي، وهو الذي سيحرك يعني تنظيم القاعدة وسيكون متحكما في عقل التنظيم، وبالتالي سينعكس ذلك على أفرعه الخارجية. هناك خلاف حول مسألة تولي سيف العدل إمارة التنظيم في ظل وجوده في إيران، وذلك لأن اللائحة الداخلية لتنظيم القاعدة تنص صراحة على أنه من يتولى إمارة التنظيم لابد أن يكون موجودا في خراسان أي أفغانستان أو مناطق الحدود القبلية مع باكستان أو في أي فرع آخر من أفرع التنظيم وليس في إيران. وبالتالي حتى الآن لم يعلن التنظيم أن سيف العدل أصبح الأمير، رغم أنه هو القائد الفعلي للتنظيم، وهذا يعطينا نظرة ولمحة إضافية عن حجم التعقيدات والخلافات الداخلية بشأن وجود قيادة القاعدة في إيران. نعم، أذهب لك أستاذ محمد بن فيصل لنتحدث أكثر عن تنظيم القاعدة في اليمن. ما هي برأيك خطط الحوثي للاستفادة من هذا التنظيم؟ أولا، إيران استطاعت أن تخترق تنظيم القاعدة في اليمن بكل حرفية وقوة، وذلك منذ إرسال نقل سيف العدل إلى اليمن. الدور الذي قام به في التوغل وتكوين علاقات مقربة جدا نسميها صداقات، لا سيما مع طاطورفي منذ يعني من قبل توليه قيادة التنظيم، إضافة للعروض التي دائما ما تقدمها ميليشيا الحوثي لتنظيم القاعدة، وهو ما أشار له التنظيم، ما أشار له تقرير مجلس الأمن من وجود أزمة مالية خانقة لتنظيم القاعدة تدفعه لبعض الأمور مثل النصب والاختطاف وغير ذلك، هو أيضا ما يدفعه لقبول عروض ميليشيا الحوثي من تقديم الطيران المسير كما أشرنا، وإطلاق سجنات تنظيم القاعدة، وحتى توفير مناطق آمنة حدودية بين مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي و سيطرة القوات الشرعية اليمنية، وكذلك أيضا إضافة للدعم المالي والدعم العسكري وتسهيل الخروج والدخول. أما اليوم فتنظيم القاعدة أو ميليشيا الحوثي لديه حجة شرعية وفكرية
تعطي التعاون والاستفادة من تنظيم القاعدة غطاء شرعي وخلفية فكرية لما يعني تشهده الساحة من مستجدات أحداث غزة والتحالف الأمريكي البريطاني أو تحالف حراس الازدهار. هذه كلها تجعل هناك تقاربا بين ميليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة، وهو أيضا الذي سعى له سيف العدل سابقا من التنظير لذلك أو التعاون أو التخادم لما يسميه مواجهة أمريكا وإسقاط أمريكا أولا. وهؤلاء خلفاء اللحظة. نعم أستاذ إسلام، أجهزة الأمن الإيرانية وليس فقط الحرس الثوري الإيراني ولكن أيضا وزارة الاستخبارات تم تحمي وترعى سيف العدل ومصطفى حامد، وهم بالتوازي منخرطون في عمليات غربية في تنزانيا في محاولة لتوريط البلوج السنة بالإرهاب، في القوقاز وفي اليونان وقبرص أيضا يستخدمون الجهاديين السنة الباكستانيين والأفغان لتنفيذ اغتيالات نيابة عن إيران. هل تعتقد أن أنصار القاعدة يدركون أنهم متورطون فيما يسمى بجهات طروادة لخدمة مصالح إيران؟ بالتأكيد يعني هذه الظاهرة تم رصدها حديثا، وهي محاولة إيران الإلقاء ببعض من يختلفون معها مذهبيا يعني لا سيما من السنة من الدول التي لها فيها أذرع وخلايا، أن تجندهم في هذه العمليات، تلقي بهم للقيام بمثل هذه العمليات ذات الطابع الانتحاري أو التي تنطوي على مخاطرة كبيرة. بالتأكيد تنظيم القاعدة على سبيل المثال لا يدرك أنه يستخدم بهذه الطريقة، أو على الأقل يعني القواعد، قواعد التنظيم خاصة في الفروع البعيدة ليست لها علاقة وليس عندها فكرة عن هذا الاستخدام وعن كيفية اختطاف التنظيم وعن المشروع الإيراني لاختطاف تيارات العنف والإرهاب. بالتأكيد هم لهم تصوراتهم الخاصة ولهم سردياتهم الخاصة التي تتفق مع عقيدتهم أو أفكارهم، لكن في النهاية الممارسة العملية على أرض الواقع لا سيما الأمثلة اللي حضرتك ذكرتيها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن بالفعل إيران لديها خطة بالفعل تم وضعها موضع التنفيذ ونفذت على نطاق واسع على مستوى العالم لتوريط مثل هذه الحركات والجماعات والأفراد حتى ممن لا ينتمون إلى تنظيمات معينة في مثل هذه العمليات التي تنأى ليست فقط بنفسها بل حتى عن أذرعها المباشرة القوية عن المخاطرة بدفعها للقيام بمثل هذه العمليات. طبعا لدينا شواهد عديدة على هذا الأمر، أبرز هذه الشواهد وهو السجل الكبير الذي تم رصده مؤخرا في عدة دول من يعني في عدة قارات يتم استخدام فيها أفراد ليسوا من إيران وليسوا من الطائفة الشيعية، وأيضا يعني لا يوجد علاقة واضحة معروفة بينهم وبين الأذرع الإيرانية، يتم استخدامهم في عمليات لا يبدو أنها لها علاقة بأهداف التنظيمات أو المجتمعات التي ينتمون إليها، بل تخدم فقط الأهداف الإيرانية ويتم استثمارها واستثمار نتائجها لخدمة المشروع الإيراني العابر للحدود. نعم أستاذ إسلام، للحديث فيما يتعلق في ملف داعش، نقل تقرير الأمم المتحدة أنه ثمت اعتقاد في المجتمع الدولي أن زعيم داعش في خراسان شهاب المهاجر أو ثناء الغفاري لا يزال على قيد الحياة. في يونيو الماضي نقلت حسابات موالية لطالبان أن الجماعة تمكنت من قتله في عملية خاصة في كونر شرقا، هل لديك أي معلومات بخصوص ذلك؟ بالتأكيد هناك تضارب في المعلومات ولا يمكن يعني استيضاح مثل هذا الأمر أو صبر أغوار الأمر، يعني لا سيما أنه يحيط به الكثير من الغموض والكثير من يعني التكتم، لكن أعتقد أن طالبان بالفعل لديها مصلحة أكيدة في القضاء على تنظيم داعش لأنه يمثل أكبر تهديد لسلطتها الداخلية وأيضا أذية كبيرة لصورتها الخارجية، فبالتأكيد لديها مصلحة كبيرة في تنفيذ مثل هذه الاستهدافات والقضاء على التنظيم، لا سيما وأنها ترى أن هذا التنظيم المخترق ربما يمثل أداة خارجية لدى البعض لاستهدافها واحتوائها واحتواء نفوذها في الداخل الأفغاني. بالتأكيد تنظيم داعش وجهت له ضربات عنيفة
الفترة الأخيرة أدت إلى تراجع قدراته، وهذا ما ذكره تقرير مجلس الأمن المذكور. ولكن أعتقد أن التنظيم ما زال بعيدا عن مرحلة يعني التلاشي أو الاختفاء، أو يعني من الصعب أن نقول أنه تم القضاء عليه أو حتى اقترب من هذه المرحلة، بل هو يعني ما زال باقيا ويتمدد داخل أفغانستان، لكن ربما تحت تأثير الضربات المؤلمة التي وجهتها له حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، ربما انزوى يعني بشكل مؤقت ريثما يستطيع استعادة قدراته. أستاذ أحمد، تضاعفت قدرات خراسان البشرية والتسليحية منذ انطلاق الحرب في أوكرانيا، ما الأسباب برأيك؟ يعني هناك محاولات للربط بين الحرب في أوكرانيا وبين تسليح تنظيم داعش في أفغانستان، وفي الواقع يعني ليست هناك صلة مباشرة بين التنظيم وبين ما يحدث في أوكرانيا يعني في الوقت الحالي. لكن التنظيم لجأ إلى استراتيجية طويلة المدى تقوم على اكتذاب وتجنيد مقاتلين من الأفغان ومن الطاجيك ومن الأذريين ومن جميع الجنسيات، حتى أن هناك مقاتلين عرب انتقلوا من العراق وسوريا بتوجيه من قيادة تنظيم داعش إلى الفرع الأفغاني الذي يعرف بولاية خراسان. والتنظيم يعني تحت قيادة شهاب المهاجر الذي نجا من هجوم تعرض له في القونر بينما قتل نائبه، يعني كما ذكرنا سابقا في أخبار الآن، يحاول أن يطلق حرب إقليمية ليست فقط تقتصر على مواجهة حركة طالبان، وإنما يهدف إلى استهداف دول أخرى من بينها إيران ومن بينها روسيا والصين وطاجكستان، يعني وهو يشكل تهديدا واقعيا للأمن في منطقة آسيا الوسطى وأيضا في مناطق جنوب آسيا. لكن بفعل الحملة التي شنتها ضد حركة طالبان تعرضت قدراته للتقويض بشكل جزئي وفقد بعض كوادره، يعني من بينهم مسؤولين عن الجهاز العسكري وآخرين مسؤولين عن الجهاز الإعلامي، لكن في الواقع ما زال لديه وصول لموارد ضخمة ويستطيع أن يمول نفسه عن طريق شبكات تمويل موجودة بعضها في آسيا الوسطى وبعضها في دول إقليمية في الشرق الأوسط وأيضا في أوروبا، وهو يستخدم العملات الرقمية وتتيح له يعني الملاءة المالية الكبيرة أن يجند أفرادا وأن يسلح نفسه بأسلحة يعني أكثر تطورا، فضلا عن أن أفغانستان بها يعني أسلحة يعني كميات كبيرة من العتاد والأسلحة يعني تركتها الولايات المتحدة أو غنمتها يعني الحركات الجهادية التي تقاتل ضد الولايات المتحدة إبان وجودها في أفغانستان. نعم أستاذ محمد، ما هي المصالح السياسية والاستراتيجية التي تحفز إيران على تقديم هذا الدعم إن كان لتنظيم القاعدة أو حتى للحوثيين؟ أولا قبل الإجابة على هذا السؤال بدقيقة أو أقل أستكمل إجابة السؤال الأول، وهي ما هي خطط ميليشيا الحوثي للاستفادة من تنظيم القاعدة؟ ميليشيا الحوثي استفادت وتستفيد من تنظيم القاعدة، ولكن في الوقت الحالي هي ثلاث خطط. الخطة الأولى أن تشرك كما أثبتت وأكد ذلك مصادر قبلية، أن تشرك أو تقحم تنظيم القاعدة في حرب البحر الأحمر، وهذا ما يصعب على تنظيم القاعدة اتخاذه لأسباب كثيرة، منها الخلافات الداخلية والموقف المحرج والمهزوز مع القبائل اليمنية السنية من التقارب مع ميليشيا الحوثي. الخطة الثانية وهو تصعيد العمليات الإرهابية ميدانيا مع القوى والأطراف اليمنية، لربما هناك مخاوف من تحركات يمنية داخلية قد تسبب ضغوطات لميليشيا الحوثي. الخطة الثالثة وهي أن يستأنف تنظيم القاعدة بدعم حوثي العمليات الخارجية في مناطق أخرى كالمهرة وشبوة ومناطق أخرى، وهذا ما تشهده هذه الأيام المناطق اليمنية من تحركات مكثفة لميليشيا الحوثي أو حتى لتنظيم القاعدة في شبوة والمهرة، كما أشار أيضا تقرير مجلس الأمن من وجود فعلي وحقيقي لتنظيم القاعدة في المهرة. نعود للسؤال الثاني وهو أن إيران تقوم على بناء أو نشر سياستها لمصالحها الشخصية فقط، وتستخدم التنظيمات المتطرفة السنية
أو حتى الشيعية في الشرق الأوسط والدول العربية والإسلامية عموما لنشر الفوضى والدمار، وذلك ضمن استراتيجياتها لتصفية حساباتها الإقليمية والدولية. فلا بد لها أن تدعم ميليشيا الحوثي في اليمن وتدعم تنظيم القاعدة في اليمن بما في ذلك من تناقضات بين الفكرتين والحركتين والجماعتين. سوف نذهب إلى فاصل قصير. ضيوفي ومشاهدينا ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة الرأي رأيكم، وسألنا المتابعين عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: في رأيك إلى ماذا سيفضي التقارب بين طالبان والقاعدة؟ الإجابات جاءت على النحو التالي: 52% قالوا ظهور جماعات إرهابية جديدة، 25% قالوا تزايد نشاط الجماعات الإرهابية، و 23% قالوا تحول أفغانستان مرتعا للإرهاب مرة أخرى. أعود لك أستاذ إسلام، وما رأيك بهذا الاستطلاع؟ بالتأكيد يعني هناك تقارب بين الخيارات الثلاث، لكن ربما يوجد سيناريوهات أكثر يعني من ذلك. هناك أيضا سيناريوهات كثيرة، لكن أعتقد أن رعاية طالبان لتنظيم القاعدة ما تزال موضع خلاف داخلي داخل حركة طالبان أصلا، فبالتالي ربما الديناميات الداخلية للحركة ربما يكون لها تأثير كبير على هذا المشهد. يعني نحن نتحدث طبعا بالنسبة للمعطيات الحالية في ظل حرك يعني وجود حركة طالبان كما هي وتنظيم القاعدة كما هو والأوضاع الداخلية والخارجية كما هي، نحاول أن نستشف يعني المشهد ونرى التوقعات والسيناريوهات. لكن أعتقد أنه ربما إذا حدثت تغيرات داخلية في حركة طالبان، يعني مثلا شبكة حقاني التي تعد هي مدخل القاعدة إلى أفغانستان والتي تربط علاقات وثيقة وقديمة وأواصر وشيكة منذ جلال الدين حقاني بتنظيم القاعدة وقادته المؤسسون مثل أسامة بن لادن والظواهري وغيره. فأعتقد أن شبكة حقاني نفسها في حال تم تصعيد سلطتها أو تراجع نفوذها داخل حركة طالبان ربما يكون له تأثير. أيضا ربما تغير الظروف الإقليمية والدولية، يعني بمعنى آخر يعني ربما لو يعني تلقت طالبان حوافز أو مورست عليها ضغوط معينة وكان هناك استجابة لهذه الضغوط أو لهذه الحوافز ربما يكون هناك تأثير على العلاقة بالقاعدة. ربما أيضا علاقة القاعدة بإيران وتطور العلاقة بين القاعدة وإيران ربما يثير ريبة حركة طالبان. يعني أنا أعتقد أن هناك عوامل داخلية وخارجية ربما تسهم في أن نرى سيناريوهات مختلفة. ربما بعض هذه السيناريوهات لن يكون في صالح القاعدة، ربما نشهد أيضا في حال يعني في بعض هذه السيناريوهات ولو يعني حتى لو كانت غير مرجحة حتى الآن في ضوء المعطيات الحالية، لكن هناك احتمال أن تنفك عرى العلاقة بين هذين الطرفين. يعني ربما مثلا موضوع العلاقة مع إيران، بالذات علاقة القاعدة بإيران، هل لو رأت حركة طالبان يوما ما أن القاعدة أصبحت ذراعا إيرانيا للحرس الثوري داخل أفغانستان، هل ستستمر العلاقة مع القاعدة؟ هل ستستمر الثقة؟ أعتقد في هذه الحالة لا. نعم أستاذ أحمد، علاقة القاعدة مع حركة طالبان لا تتمتع بإشكالات كبيرة لأنهم سنة، وهناك علاقة تاريخية وحاضنة وملاذ أيضا على عكس العلاقة مع إيران نظرا للخلافات الأيديولوجية والممارسات العملية أيضا، بالتالي هذا يخلق لسيف العدل مشاكل كبيرة إذا بقي في إيران برأيك؟
نعم، يعني هو هناك بعض الاختلافات بين تنظيم القاعدة الذي يتبنى فكر السلفية الجهادية وبين حركة طالبان الديوبندية التي تنتمي إلى المدرسة الديوبندية الشهيرة في الهند، وأيضا تتبنى يعني العقيدة المتريدية، لكن هي في النهاية أقرب لتنظيم القاعدة من إيران التي يعني تتبنى المذهب الشيعي وتعتنقه. هل هذا يخلق مشكلات لسيف العدل؟ بالتأكيد سيف العدل يفترض به أن ينتقل إلى أفغانستان، وحتى أن تقارير سابقة لمجلس الأمن يعني اعتمدت على روايات غير موثقة قالت أنه يخطط للانتقال إلى أفغانستان، لكن ما يبدو أن سيف العدل يعني يستقر في إيران ويراها أكثر أمنا وسلامة له، خاصة بعد اغتيال أيمن الظواهري في قلب العاصمة الأفغانية كابول وفي منزل أحد القادة يعني التابعين لشبكة حقاني. سيف العدل يعني يجيد اللعب على التوازنات، ويعني لن يكون هناك مشكلة بالنسبة له في أن يوازن بين علاقة القاعدة بطالبان وعلاقتها بإيران، لأنه يرى أن هذه العلاقات فيها جزء كبير من المصالح التكتيكية التي تفرضها الظروف القائمة حاليا، وبالتالي فهو بحاجة إلى توثيق العلاقة مع كل طرف على حداب وضمان أن لا تتحول هذه العلاقات إلى علاقات متناقضة أو متصادمة، بحيث يستطيع التنظيم في النهاية أن ينمو ويتطور ويتمدد بناء على استغلال وتوظيف هذه العلاقات. وبالتالي أرى أن اللعب سيكون على توظيف العلاقات مع الطرفين لا التناقض بينهم. نعم أستاذ محمد، بات الجميع يعلم أنه هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر متواصلة بالرغم من الضربات التي تعرضوا لها من قبل الضربات الأمريكية أو البريطانية. برأيك هل سيشارك تنظيم القاعدة في صراع البحر الأحمر؟ كما ذكرنا أن المشاركة قد تكون مباشرة وقد لا تكون مباشرة، ولكن من الواضح أن تنظيم القاعدة متحمس جدا لما يحصل في البحر الأحمر، كما يصف بعض الباحثين أن النقطة المشتركة بين تنظيم القاعدة وميليشيا الحوثي هو الجهاد المقدس بين قوسين وهي أمريكا. فتواجد أمريكا في البحر الأحمر يضفي طابعا مهما جدا لمشاركة تنظيم القاعدة، ولكن هل ستكون هذه المشاركة مباشرة في البحر الأحمر؟ هذا ما لا أعتقده ولا أتوقعه، يستبعد ذلك، فلا يمكن أن يجازف التنظيم في هكذا أمر، ولكن مشاركة التنظيم بطريقة غير مباشرة بصور أخرى تخفف الضغط على ميليشيا الحوثي داخليا وخارجيا، هذا يعني مؤكد وما بدأ يظهر يعني جليا على الساحة. نعم أستاذ إسلام، أهم منظر يمكنه التأثير على استيلاء إيران على تنظيم القاعدة هو المقدسي، ماذا يمكنك أن تخبرنا عن سبب التزامه الصمت وما الذي يمكن أن يغير رأيه برأيك؟ طبعا يعني كان صمت المقدسي لفترة طويلة مثار استغراب ومثار تساؤلات وتكهنات، لكن أعتقد أن ربما البيان الأخير الذي أصدره المقدسي وحديثه حتى عن توجيه انتقادات أولا لحركة حماس وعلاقتها بإيران، ثم التوجيه المبطن الذي وجهه إلى فروع القاعدة، طبعا هو يعني لم يسمي بالاسم لكنه تحدث عن أنهم يحتفون بحركة حماس وهي التي ترفع رايات وتحتفي بدول هم من الذين يعني يسيرون على الطريق الخطأ ويصفون شهداءهم بأنهم قتلهم بأنهم شهداء القدس وما إلى ذلك. أعتقد هو أيضا يعني انتقاد مبطن للعلاقة مع إيران، وإن كان المقدسي حتى الآن يعني وفق حساباته لم يصل إلى الدرجة التي يرى فيها التصادم مع سيف العدل ومع التنظيم تحت إمارة سيف العدل، ربما هو عنده قدر كبير من التفهم لهذه العلاقة بين إيران والقاعدة، ربما هو يراها علاقة اضطرارية، هو يرى بالتأكيد يعني أن إيران لا تمثل حليفا ولا داعما، ولكنه ربما عنده قدر كبير من التفهم لموقف سيف العدل، سواء يعني يراه أسيرا أو يراه أنه يحاول أن يلعب بشكل براغماتي مع قوة إقليمية ربما تمثل متنفسا لتنظيم القاعدة في هذا الوقت،
لكن حتى الآن ما زال المقدسي يرفض أن يوجه انتقادات صريحة للقاعدة، ويرفض أن يتخذ يعني نهجا مناوئا لها. طبعا ربما يعني نقول بدون قدر كبير من المجازفة أن الأمور ليست واضحة لكثير من أبناء هذا التيار وحتى منظريه وحتى كبار قادته. ربما العلاقة مع إيران ما تزال يعني تشكل لغزا بالنسبة إليهم، ربما لم تتضح يعني الصورة بهذا العمق، أو حتى تصلهم تفسيرات أو روايات داخلية تبرر هذا التصرف أو ذاك، بحيث لا يتم قراءته في سياق التخادم مع المشروع الإيراني. لأن حتى كثير من التقارير التي فضحت هذه العلاقة والتي كشفت معلومات تفصيلية ربما لا تحظى بمصداقية لدى المقدسي وأمثاله. أستاذ أحمد، خبراء يرون أن القاعدة في الوقت الراهن عاجزة عن شن هجمات معقدة بعيدة المدى، هل لا زال تنظيم القاعدة يعاني من أزمة وجودية ومالية حقيقية بعد تجفيف منابعه حول العالم؟ نعم، يعني في الواقع هنا لابد من الإشارة إلى أن يعني صورة تنظيم القاعدة الكاريزمية جرى تضخيمها والمبالغة فيها بشكل كبير جدا من قبل الولايات المتحدة ومن قبل دول أخرى، حتى يبدو تنظيم القاعدة بمثابة وحش كاسر لا يمكن السيطرة عليه، ويتطلب الأمر حربا عالمية على الإرهاب تنخرط فيها جميع الدول حتى يتم القضاء على التنظيم، في حين أن واقع التنظيم الفعلي على الأرض كان يقول أنه يعني تكون من بضعة خلايا لا يعدو يعني عدد مقاتليه بالكامل حوالي 500 فرد، وهؤلاء المقاتلين تناثروا وتوزعوا حول العالم بفعل الحملة التي شنتها الولايات المتحدة على أفغانستان والتي أسقطت أيضا حركة طالبان في عام 2001. ومنذ هجمات 11 سبتمبر لم يستطع التنظيم أن ينفذ هجمات لافتة، وأنا هنا أعني القاعدة المركزي أو جماعة القاعدة الجهاد، قاعدة خراسان كما يسميها التنظيم نفسه، كما يسمى التنظيم نفسه. التنظيم لم يشن أي هجمات كبيرة، والهجمات التي شنها الهجمات المعقدة قامت على مبادرات لبعض الأفراد، وهنا يعني أذكر على سبيل المثال الهجوم الذي نفذه الطبيب الأردني همام خليل البلوي ضد قاعدة CIA المخابرات المركزية الأمريكية في قوست في نهاية عام 2009 وبداية اليوم الأول من عام 2010، وأيضا الهجمات التي نفذت حتى في فرنسا في شارلي إبدو وغيره، وجهتها مجموعة أخرى غير قيادة القاعدة المركزية، وجهتها يعني بالأساس القاعدة في اليمن. وبالتالي هذا يعطينا رؤية حقيقية لقدرات التنظيم. التنظيم يعني استغل بعض الثغرات سابقا ليشن 11 سبتمبر وليشن هجمات أخرى، لكن قدراته الفعلية لا تعدو أن يضرب من آن لآخر يعني هجمات ربما قد لا تكون مؤثرة بالقدر الكافي، ربما يعني هجمات ذئاب منفردة، وهذا دليل على الضعف وعدم التنظيم والتنسيق. وبالتالي لا يمكن القول أن قدرات تنظيم القاعدة في المدى المنظور ستتعافى إلى الحد الذي يمكنه من شن هجمات كبيرة ومعقدة على غرار 11 سبتمبر أو حتى على غرار عملية قوست التي نفذها أبو دجان الخراساني همام خليل البلوي. إذن المبالغة في إعطاء التنظيم صورة يعني دراماتيكية بأنه غير قابل للهزيمة وما إلى ذلك كانت يعني مبالغة دعائية لغرض استغلال سياسي ليس أكثر، يعني كغيرها من المبالغات المعهودة في مثل هذه الظروف. أستاذ محمد، قبل أن نختم سؤال أخير فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وميليشيا الحوثي في اليمن، ما توقعاتك خلال المرحلة المقبلة؟ يبدو أنه أستاذ محمد لا انقطع الاتصال به، سأعود إليك أستاذ إسلام وسؤال آخر، هل لديكم أي معلومات حول الطرق التي يتم بها تمويل أو نقل الموارد من إيران إلى تنظيم القاعدة؟ بالتأكيد طبعا خلال يعني الفترة الأخيرة تم رصد بعض هذه الوسائل، وهو يعني بعضها مذكور في تقرير مجلس الأمن الدولي الخاص بتنظيمات القاعدة وداعش. طبعا هناك بعض القادة أو بعض الأفراد الذين يتولون مسألة التنقل بين إيران وأفغانستان. خلال الفترة الأخيرة لوحظ أن في بعض الولايات الأفغانية في غرب أفغانستان تحديدا مثل ولاية فرح وولاية هيلمند
تم بناء مخابئ جديدة لتنظيم القاعدة. هذه المخابئ والأوقار يستخدمها التنظيم لتسهيل التواصل بين القيادة المركزية لتنظيم القاعدة ممثلة في سيف العدل، قمرة القيادة تقع في إيران، هو يقود التنظيم من العاصمة الإيرانية طهران، وبين المعسكرات يعني الأماكن الجديدة التي حصل عليها التنظيم في أفغانستان. إذن فأصبحت أفغانستان أكبر قاعدة للتنظيم المركزي، وأيضا أصبحت إيران هي قمرة القيادة، فبالتأكيد هناك أهمية للتواصل بينهم. هناك بعض الأفراد مخصصين داخل التنظيم للتنقل بين إيران وأفغانستان، عن طريق هؤلاء الأفراد يتم نقل بعض يعني الأوامر والتوجيهات، وأيضا ربما يتم نقل بعض يعني الأدوات أو المساعدات اللوجستية، سواء يعني إلى هذا الطرف أو إلى ذاك. فأعتقد أن هذا الأمر يعني تلقى خلال الفترة الأخيرة دعما كبيرا من حركة طالبان بصفتها أنها وفرت الملاذ الآمن، وبالتالي أصبح التنقل بين البلدين سهلا. شكرا لك أستاذ إسلام المنسي الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا من القاهرة، وكل الشكر أيضا إلى ضيفي الأستاذ أحمد سلطان الباحث في الحركات الإسلامية والإرهاب، والشكر أيضا موصول إلى ضيفي محمد بن فيصل صحفي وباحث في شؤون الجماعات الراديكالية، والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.